أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. طبعا تختتم اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات منتدى اصنع في الإمارات، والذي انطلق تحت شعار استثمار واستدامة نمو بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. الحدث يقدم طبعا للمستثمرين والمصنعين كذلك وموفري حلول التكنولوجيا فرص تجارية طويلة الأجل للاستثمار في دولة الإمارات، كما يستضيف الحدث كبرى الشركات الإماراتية من أجل عرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة طبعا من فرص التوسع العالمية. صحيح ساندي، أكيد، لكن منو بيكون هناك؟ مراسلنا كالعادة هذا الصباح محمود حمدان من العاصمة أبوظبي، يطلعنا على أهم التفاصيل، تفاصيل الحدث. صباح الخير يا محمود. صباح الخير محمود. صباح النور ساندي ومحمد، تحية لكم من العاصمة أبوظبي، واليوم حديثنا بنكهة صناعية. اليوم نحن في هذا المنتدى الذي يشجع على الصناعة، فعلا عندما تكون في هذا المكان اليوم وترى كيف تضع دولة الإمارات الأسس للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية، وكيف تشجع الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم حتى يأتوا إلى الإمارات ويصنعوا في الإمارات ويقدموا صناعاتهم في دولة الإمارات. نتعرف أكثر على ما يحدث في هذا الحدث في دورته الثانية مع ضيفنا لهذا اليوم سعادة السيد باسل أمير فضل، هو وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد للمسرعات الصناعية. تحية لك اليوم، ما هو الجديد هذا العام؟ شكرا، مشكورين على التغطية وعلى الاستضافة. طبعا نحن في البداية إذا تسمح لي أنا أحب أني أثمن وأنتهز هذه الفرصة أني أثمن وأشكر جميع الشركاء من دارة الاقتصادية أبوظبي، من شركة أدناك، من الشركات الراعية لهذا الحدث. يعني الجميع أمانة ساهم في إنجاح هذا الحدث. نحن سعيدين بداية من الحضور، من الإقبال الكبير اللي شهدناه هذا العام مقارنة بالعام السابق. نجاح فاق التوقعات، الإعداد فعلا كانت نقلة نوعية والحضور كان نقلة نوعية مقارنة بالدورة الأولى، وأيضا المحتوى اللي نحن شفناه هذه السنة. طبعا الإعلان أو الإعلانات الرئيسية والأرقام تم الإعلان عنها البارحة فيه الكلمة الرئيسية لمعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. هاي السنة شهدنا تقريبا إطلاق أكثر من 30 مشروع صناعي على أرض الواقع بقيمة تناهز 6 مليار درهم. أيضا قيمة الأوفتيكس أو المشتريات اللي راح تروح للمصانع المحلية والمنتجات المحلية اليوم زادت بتقريبا بقيمة 10 مليار درهم هذه السنة، مما يجعل القيمة الإجمالية أنها توصل إلى 120 مليار درهم. أيضا نحن البارحة وقعنا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على سبيل المثال مع بنك أبوظبي الأول لتخصيص ما يناهز 5 مليار درهم كتمويل تنافسي للاستثمارات الصناعية في الدولة. وأيضا وقعنا مع بنك المشرق بمليار درهم أيضا كتخصيص هذا المبلغ لتمويل تنافسي للاستثمارات وتسريع وتيرة الاستثمارات الصناعية في الدولة. أيضا طبعا محتوى هذا المعرض اليوم يتميز بمحتوى الاستدامة والتكنولوجيا ودور التكنولوجيا في تسريع وتيرة الاستثمارات وأيضا التحول نحو الصناعة المستدامة. فأيضا من خلال اليوم السيشنز اللي بتكون موجودة في عندنا تحدي الشركات الناشئة للشركات الصغيرة الناشئة والصغيرة والمتوسطة لها تكنولوجيا في مجال الاستدامة. أيضا كان البارحة أيضا الإعلان عن الفائزين بجوائز اصنع في الإمارات اللي تمحورت حول 10 فئات مختلفة، فيها طبعا التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة أيضا وأفضل قائد في القطاع الصناعي في الدولة وأيضا أفضل موهبة شابة في القطاع الصناعي. يعني حزمة من الأمور التي تشجع فعلا المستثمرين على الحضور إلى هنا والحضور والصناعة في الإمارات. سعادة أسامة فضل الوكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد للمسرعات الصناعية، شكرا جزيلا لك على هذا الإيجاز. ونحن كما ترون مشاهدينا الازدحام كبير في هذا اليوم في هذا الحدث
قوة هذا الحدث وزخمه الكبير الذي يجمع الخبراء في الصناعة من جميع أنحاء العالم من المستثمرين والمطورين والمبتكرين في قطاع الصناعة. من هنا من هذا المكان في العاصمة أبوظبي أعود إليكم مجددا ساندي ومحمد. إلى شكرا جزيلا لتغطيتك الكافي والوافي محمود، دائما تضعنا في عين الصورة وفي قلب الحدث، شكرا جزيلا لك.